بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. ماذا تلعبان يا أطفالي الأعزاء؟ كنا نلعب لعبة السلم والثعبان يا جدي. الثعبان؟ نعم، السلم والثعبان. دعكما من الثعبان وتعاليا أقص عليكما قصة الحية. وهل للحية قصة؟ أجل، وقد ذكرت في القرآن الكريم باسمها. حية وذكرت في القرآن؟ أجل، فهي حية موسى عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دمتم قد تجمعتم حول جدكم، إذن فهناك قصة سنستمتع بها. سنحكي لكم قصة الحية، وهي ليست حية ككل الحياة، هي حية موسى عليه السلام. ولقد خلقها الله سبحانه وتعالى وأودعها سرا من أسراره، ولقد كانت في يد صاحبها سيدنا موسى عليه السلام عبارة عن عصا عادية. إذا ألقاها على الأرض تحولت إلى حالتها المرعبة، وإذا أمسكها صاحبها عادت بقدرة الله إلى عصا خشبية جامدة. إنها قصة مثيرة وآية من آيات الله. وما معنى آية؟ معناها الدليل، والآيات البينات معناها الأدلة والبراهين الواضحة. ولقد كانت حية موسى عليه السلام دليلا وبرهانا واضحا لأعين الناس على قدرة الله سبحانه وتعالى، وبسر من أسراره العظمى ابتلعت سحر السحرة الكافرين. فهل هناك دليل واضح أكثر من هذا على صدق نبي الله موسى عليه السلام؟ كان موسى بن عمران عليه السلام قد قضى 10 سنوات في بلدة اسمها مدين
تقع ما بين الشام والحجاز، وقد أمضى هذه السنوات العشر في خدمة شعيب بعد أن تزوج موسى من ابنته. وبعد انقضاء السنوات العشر حن موسى إلى أهله في مصر، فطلب من زوجته أن تستأذن أباها لهما بالسفر إلى مصر، فأذن لهما شعيب بذلك. وخرج موسى بزوجته وولديه وبعض الأغنام التي أعطاها له صهره بعد أن قام على خدمته عشر سنوات. وفي أيام مظلمة باردة اشتد فيها الظلام والبرد تاهوا في الطريق، ولم يعرفوا أي الطرق التي أمامهم يسيرون فيها. وحاول موسى إشعال نار أكثر من مرة فلم تشتعل، فبينما هو كذلك رأى على البعد نارا تتأجل أي تشتعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لأهلهم كتوا إني آنست نارا صدق الله العظيم. أي قال لأهله انتظروا هنا، فقد رأيت على البعد نارا وسوف أسير إليها، فربما آتيكم من عند أصحابها باتجاه الطريق الصحيح الذي يجب أن نسير فيه، أو آتيكم بشعلة من النار لعلكم بها تستدفئون. وذهب إلى هذه النار المتوهجة في ذلك الجو البارد المظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة صدق الله العظيم. فلما وصل إلى مكان النار لم يجدها نارا. فماذا وجدها إذن؟ وجدها نورا وهاجا لم يرى مثله من قبل، وسمع النداء الرباني. هل سمع نداء الله؟ نعم، فقد جاء النداء من جانب الوادي الأيمن في ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين صدق الله العظيم. يعني نودي من الله عز وجل أن الذي يكلمك ويخاطبك يا موسى هو أنا، أنا الله العظيم الكبير المنزه رب الإنس والجن والخلائق أجمعين. سبحان الله، الله جل جلاله يكلم موسى؟ نعم، لقد كلمه الله. ولماذا؟ ليكلمه برسالة إلى من يريد من عباده، فحتى هذه اللحظة لم يكن موسى بنبي ولكن بعد أن كلمه الله. وسمي بعد هذا كليم الله، أي الذي كلمه الله دون سائر الأنبياء والرسل، فلكل نبي مقام خاص. وقد كانت ميزة سيدنا موسى عليه السلام أنه كلم الله عز وجل، ولذلك سمي كليم الله. وهل يمكن أن أسأل عن الكلام الذي دار بين الله سبحانه وتعالى وبين نبيه موسى عليه السلام؟ نعم، يمكن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام في كتابه الكريم في أكثر من سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك
فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فطرت. صدق الله العظيم. وكان نبي الله موسى عليه السلام في واد اسمه طوى، وكانت القبلة أمامه، فناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وأمره بخلع عليه تعظيما وتكريما لذلك المكان المبارك عليه. في تلك اللحظات المباركة التي يتشرف فيها موسى بكلام الله عز وجل، وخاطبه الله جل شأنه وأوضح لنبيه وكليمه موسى أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، ولا تصلح العبادة ولا الصلاة إلا له وحده. ثم أخبره الله سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا لن تدوم إلى الأبد، وأن الساعة أي القيامة آتية لا ريب فيها لمحاسبة كل نفس بما كسبت من الخير أو من الشر. ثم أراد الله عز وجل أن يؤنس عبده في الحديث، وأن يبين له أنه القادر على كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون. فسأله سبحانه وتعالى قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. صدق الله العظيم. أي أنه قال: إن هذه العصا الخاصة بي والتي أستند عليها في المشي، بمعنى أتعكز عليها، وأيضا أهش بها على غنمي، ولي فيها منافع أخرى كثيرة. وماذا قال له الله بعد أن أجاب على هذا السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. صدق الله العظيم. العصا تصبح حية؟ نعم، هذا شيء خارق للطبيعة. العصا الخشبية المأخوذة من فرع الشجرة، هذا في حد ذاته برهان أكيد ودليل قاطع على أن الذي يكلمه هو الخالق القادر، المبدع المصور، الذي يقول للشيء كن فيكون. سبحان الله سبحان الله. وقد قال الله تعالى في سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. صدق الله العظيم. نعم، حينما ألقاها موسى عليه السلام تحولت في الحال، تحولت بقدرة الله عز وجل
إلى حية عظيمة هائلة لها أنياب مفزعة تحك في بعضها. وبرغم ضخامة حجمها فقد كانت تتحرك بأمر الله، فلما رآها نبي الله موسى عليه السلام في تلك الليلة المظلمة الباردة تغلبت عليه طبيعة البشر فخاف منها وفر من شدة الخوف والفزع، فناداه ربه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، صدق الله العظيم. وهل عادت إلى مكانها؟ طبعا، لأن الذي يكلمه هو الله سبحانه وتعالى، وأوضح له أنه من الآمنين، أي ضمن له الأمان والطمأنينة، فاطمأن نبي الله موسى وعاد إلى حيث كان. فلما رجع أمره الله سبحانه وتعالى أن يمسكها. بسم الله الرحمن الرحيم، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، صدق الله العظيم. فلما خاف أن يقترب منها أو يلمسها طمأنه الله عز وجل بأنه سبحانه سيعيدها بقدرته إلى حالتها الأولى، فاقترب منها وثبت الله قلبه، فمد نبي الله موسى عليه السلام يده في وسط فمها وأمسك بها، فعادت بقدرة الله عز وجل إلى عصا ذات شعبتين مأخوذة من فرع شجرة من الأشجار. سبحان الله العظيم القدير الذي يقول للشيء كن فيكون. وبعد أن عرف سيدنا موسى عليه السلام هذه الآية العظيمة والبرهان الأكيد الذي في يده، أراد أن يعطى معجزة أخرى، فقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، صدق الله العظيم. يعني أدخل يدك في جيبك وأخرجها تجدها بيضاء ناصعة من غير مرض أو سوء. ولقد أمره الله تعالى أن يذهب بهاتين المعجزتين، العصا واليد. نعم، يذهب بهما نبي الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه، لأنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين على طاعة الله مخالفين لأمره، فطلب سيدنا موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليسانده ويساعده، فأجابه الله إلى طلبه. وتمضي أحداث القصة الجميلة مليئة بالعبر، من حديث موسى الكليم إلى فرعون اللئيم. فرعون ذلك الكافر الذي رفض أن يؤمن بالله الواحد القهار خالق السماوات والأرض وما بينهما. ولما أصر على العناد ذلك الجبار لجأ موسى إلى المعجزتين اللتين أيده الله بهما لعله يقنع أو يخشع، وألقاها نبي الله موسى عليه السلام أمام فرعون ووزرائه وحراسه وكبار رجال قومه،
فتحولت بقدرة الله تعالى إلى الصورة التي تعرفونها، ثم أمسكها نبي الله موسى عليه السلام، ففزع فرعون فعادت إلى حالتها الأولى، عصا خشبية ذات شعبتين هامدة خامدة. وبعد معجزة العصا أظهر موسى نبي الله لفرعون معجزة اليد، وبدلا من أن يؤمن فرعون أو يقتنع أو يخشع، عاند وكابر وصاح قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، صدق الله العظيم. فقبل نبي الله موسى عليه السلام هذا التحدي من فرعون وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، صدق الله العظيم. أي أنه وعدهم على يوم يقام عيدا في أيامهم، وأن يكون الموعد في وقت الضحى، أي في وضح النهار، حتى تكون آياته ومعجزاته واضحة لكل الناس لا لبث فيها. وكان فرعون لعنة الله عليه قد أمر بجمع جميع السحرة وطلب منهم أن يصنعوا سحرا يفوق ما تعلمه موسى، وفي اليوم المحدد والمكان المعين اجتمع السحرة وفرعون وحاشيته وحراسه، وجاء نبي الله موسى وأخوه هارون عليهما السلام، فقال السحرة: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال لهم نبي الله موسى عليه السلام: بل ألقوا أنتم أولا ما معكم من سحر. فألقوا حبالا وعصيا دهنوها بالزئبق وبعض المواد الكيمائية التي كانوا مهارة فيها، فظهرت في عيون الناس وفي ضوء الشمس كأنها حيات وثعابين تسعى وتتحرك. فألقى موسى عصاه على الأرض فتحولت بقدرة الله تعالى إلى حية كبيرة مفزعة، وجعلها الله سبحانه وتعالى تبتلع حياتهم وثعابينهم المدهونة بالزئبق. وحينئذ تأكد السحرة بأن عصا موسى شيء آخر غير ما يعرفونه من سحر، وتأكد لهم أنها آية من آيات الله، فسجد معظم الناس وكثير من السحرة قائلين: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وبقي فرعون لعنة الله عليه على كفره وعناده حتى أغرقه الله هو ومن معه. وهكذا كانت الحية آية من آيات الله البينات،
ومعجزة من معجزاته في يد نبي الله موسى عليه السلام. You know.